واحد اكس وزيره كيوته عندنا مره كتلوح سطوهات في الفيسبوك باش تقول لنا انا راني مازال حاضره معكم ومتبعه معكم التطورات واخا انا ما بقيتش وزيره. الهضره طبعا على بن خلدون، لا سميه بن خلدون، جوليه حكومه بن كيران. اي والله انا غادي نقطع حوايجي، خلي لي السوالف، الشمس خوات وضوات الشمس الضحى. سمية نشرت مؤخرا واحد التدوينة على صفحة رسمية ديالها فيسبوك كتحلل فيها الفيديو ديال او الاغنية ديال التراس الرجاء في بلادي دلموني. اعدت استماع هذه الصرخة مرارا، لم اجد فيها خطاب صريح ضد الحكومة كما جاء في عنوان الفيديو، لكنه خطاب الشكوى لله ضد مجهول معلوم من سماته لأساسية كما جاء في الاغنية. صرفوا علينا حشيش كتامة، جعلونا كيتامة نحاسبوه يوم القيامة. الشباب يشتكي من تجار المخدرات الذين اضاهوا مقدرات الشباب، هذا هم التجار هم محركهم، ويشتكي بعد ذلك من الذين باعوا خيرات الوطن، فمن هم؟ ساحة شبابية تنمو عن وعي كبير، شباب وطني بخير، شباب وطني يحتاج نحو ديمقراطي يفشر فيه طاقته ينفع بها الوطن. فهل من متلقي اليوم رسالة؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. الغريب في الامر ان هذا التدوين يا سيدة الوزيرة السابقة جاء في الوقت اللي مازال فيه منابر إعلامية عربية كتمدح هذه الأغنية هذه ديال الرجاء وكتقول بأنها يعني كتحمل رسائل مهمة وقوية إلى غير ذلك. وأنا كيبان لي واقع على ما يبدو أن مطرب الحي لا يطرب، وقال السيدة الوزيرة السابقة. ربما كان خاصة شي ألتراس تركية باش الله السيدة الوزيرة تشكرها، والخبر في راسكم ولا ظهر المعنى لا فايدة في التكرار. يا معشر المغاربة، الحكومة بدأت كتوجهنا في واحد مشروع السجل الوطني. شنو هو هذا العجب؟ هذا المشروع هو الهدف منه استهداف الأسر والأفراد اللي ما فحلهمش اليوم المحتاجين بشكل كبير للبرامج الاجتماعية والدعم المادي، وغادي يسجلوهم في المنصة الرقمية أو ديجيتال بلاتفورم باش يعرفوهم، يعني بالعربية تعربت غادي يبداو يرقمونا باش يعرفوا شكون محتاج وشكون ما محتاج، ويعطيونا لي كارت وقيلة معاهم. وهذا الشيء جاني بحال ديجا فو. بسم الله. جيبوا القالب انوضوا جيبوا الدوافا، جيبوا القالب انوضوا جيبوا الدوافا، جيبوا السوار طرا الشعب سخف نوافا، ينوضي صوت على راسو واخا بقيتي تما حيت مقرفطنا الضخ وكوا عليكم يا المقرفطين. واش هذا المشروع غادي ينجح ولا لا؟ ما عرفناش، ولكن ربما نستنبطوا العربون غير من الورقة الاحتياج اللي كنا كنخدموا بها سابقا، او لا بنظام بطاقة الرميد اللي طبعا كلشي عارف بانه نظام فاشل. والمشكل انه راه مادام كاين فساد في البلاد راه ضروري ما يكون شويه ديال التخلوط في هذا الشيء، وهذا يعني ان المحتاجين ديال بصح في الغالب ما غاديش يستافدوا مساكن من الدعم المباشر ومجموعه البرامج الاجتماعيه اللي مخصص لها هذا المشروع هذا. وفي بالك هذا الشيء سي عثماني ولا ما في بالكش؟ لا ما في باليش، انا مشغول بحب من يحبني. وتحل الروبيني يهبط الماء. مجلس النواب صوت على واحد المشروع ديال رفع الضريبه على استهلاك المشروبات اللي تحتوي على كميه كبيره من السكر. الضريبه ارتفعت بنسبه 50% وتزادت الضريبه على القيمه المضافه ب 70 درهم لكل لتر. شنو الهدف؟ هو اجبار هاد الشركات اللي كتستخدم كميه كبيره من السكر في المنتجات ديالها سواء كانت مشروبات غازيه او عصير انها تقلل من استخدام ديال هاد السكر. شنو كنقصدوا بالكميات الكثيره؟ انها تكون كدير 5 غرام في كل 100 مليلتر. تخيل 5 غرام ديال السكر في كل 100 مليلتر، خصوصا ان هاد الشركات اللي كتستخدم السكر بزاف كتستافد من داك الدعم المقدم اللي كتقدمه الدوله لهذا السكر هذا، وبالتالي هي كتستخدم كميات كبيره هائله جدا من السكر وكتقام عليها رخيصه لانها ما كتخلصش عليها الضريبه وفيه دعم. هذا المقترح خلى شركات المشروبات الغازيه المشهوره ومشروبات العصائر حتى هي المغربيه والاجنبيه تتدخل بشكل كبير وتحاول وتحاور مجموعه من المسؤولين البرلمانيين باش يدخلوا ويحاولوا يوقفوا هذا المشروع هذا وهذا المقترح. وفعلا المطلب ديالهم لقى صدى كبير عند بعض البرلمانيين اللي ولاو طبعا تيقولوا تيتدخلوا ويقولوا بانه لا ما يمكنش نفرضوا هذه الضريبه على هذه الشركات لانه عندها تبعات على الاقتصاد الوطني. دائما هذا البعبع ديال الاقتصاد الوطني خصنا نخلعوا به، ديك الفزاعه
واش حنا كنلعبوا هنايا؟ هادو راه شركات كبرى، راه لوبيات يقدروا يديروا اي حاجه في سبيل انهم يحافظوا على المصالح ديالهم. كيف قلنا دائما الحجه هي لا عندكم ما تهربوا علينا، شركات غتمشي في حالها، العمال غادي يوليو مشردين ما عندهمش فين يخدموا، وزيد وزيد في خدمات شي كل واحد عمال ديال مصفات لا سمير، اش اخبارهم؟ هادوك مساكن ماشي مغاربه ولا ما عليهمش الله، وماشي اسر اللي فعلا تاثرت بداك الاغلاق المفاجئ ديال هذيك المصفات والمشاكل اللي تلاتها. يلا نقولوا باز، هو سيدي باز. هزولات، والله الا هزولات. علاش؟ لان الحكومه واغلبيه البرلمانيين رفضوا او صوتوا ضد الرفض ديال واحد الضريبه تضامنيه اللي غتفرض على التعويضات ديال الوزراء وبرلمانيين وكبار المسؤولين. هاد الضريبه التضامنيه اسيدي موجهه لفائده الارامل والايتام عبر واحد الصندوق ديال التكافل المخصص لهم، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان السياسه في هاد البلاد هو سياسه تخدم على راسك ونسى عليك الشعب، او كيف ما تيقولوا تفوتني غير انا وتجي فيما بغات. وشنو فيها كاع كون قبلوا هاد المقترح هذا؟ اصلا هاد الضريبه هادي هي غير 2.5% على التعويضات، مش حتى شي حاجه ولا الصالير، التعويضات ديال البرلمانيين والوزراء وكبار المسؤولين، وكانت غتجي كاع بالحسابات 1200 درهم في العام، يعني 100 درهم في الشهر. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي، كان حيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه افك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير كان امير. حسبوها غير صدقه، حسبوها غير زكاه، حسبوها اي حاجه، مهم ما فيها بس لان ما غتنقص لكم والو من المال ديالكم، ولا ربما هاد المصطلحات ما كايناش في قواميس المال والاعمال اللي كتخدموا بها، ولا ما كاين غير قاموس لي شيف دافير. هادشي كله تزامن مع واحد المؤتمر دولي دار مؤخرا في الرباط وتحديدا نهار الخميس حول الفقر في المغرب، وجا فيه بانه في المغرب كاين 4.5 مليون شخص فقير. انا بعدا ما جاتنيش 4.5 مليون فقير اللي كاين في المغرب على ما قال لينا السيد داودي. انا اللي بان لي ان اللي عايش بخير في المغرب وما خاصو حتى خير هما اللي العدد ديالهم 4.5 مليون، وما تبقى هم الفقراء. الله اعلم.